فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال إلى قوله: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ومتابعتهم. نعم. ثم كرر سبحانه وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذه وصايا من الله جل وعلا لنبيه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وهو القرآن والسنة، ولا تتبع أهواءهم، لأن ما خالف الكتاب والسنة فهو أهواء ورغبات، فعلى الحاكم أن لا يراعي أهواء الناس ورغباتهم، وإنما يراعي ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فيحكم بينهم بذلك. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، هذا تأكيد، لا تتبع واحذر. فالإنسان وإن خالفهم وحكم بينهم بما أنزل الله، لكن لا يطمئن إليهم، بل يحذر في المستقبل. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فعليك بالثبات، ولا يغروك بمخالفة ما معك ويطمعونك في أشياء، فإن هذا من ترك الحق إلى الباطل. الله جل وعلا يقول: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فدائما المشركون والكفار والمنافقون يحاولون مع العلماء ومع ولاة الأمور، يحاولون استمالتهم إلى رغباتهم وإلى شهواتهم في الأحكام والعمل بالقوانين والأنظمة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، هذا ديدنهم. فعلى المسلمين أن يحذروا، وخصوصا العلماء، وخصوصا الذين يحكمون بين الناس، عليهم أن يحذروا من تغريرات هؤلاء، أن يصرفوهم عن الحق. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك.